تعالوا نبدأ قضايانا المتنوعة في مختلف محافظات مصر، تشريح للمجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وثقافيا. من كل الجوانب بنحاول ان احنا نسلط الضوء على القضايا. القضية اللي ربما سببت فزعا كبيرا، لان القاتل هنا يا جماعة طبيب، وطبيب كمان يمارس عمليات غير مشروعة. تعرفين البعض أحيانا يمارس عمليات الإجهاض، والبعض الآخر بيمارس عمليات إعادة غشاء البقرة لمن فقدت عزريتها يعني. واللي قتله هو السمسار اللي بيجيب له البنات، بنت فقدت عزريتها عايزة تستعيد هذه العزرية من خلال عملية جراحية. فشوفوا بقى لما طبيب يعني يتورط في هذه العمليات المشبوهة، ويكون ده كمان مدخلا لأنه يبقى قاتل. يعني طبيب قعد يحقق طموحاته وأسرته حتى تنفق عليه لكي يصبح طبيبا، وإن حتى أول ما تنزع الضمير يمكن تعمل أي حاجة بعد كده. وكمان عملية القتل ما كانتش تقليدية، ده قطع الجثة وكان بيشوف يعمل فيها إيه، يعني إيه اللي ممكن يعمله في جثة ممزقة بهذا الشكل. حتى احنا حصلنا على تسجيل صوته وهو بيعترف لأحد الأشخاص اللي كان عايز يساعده في إخفاء الجثة. شوفوا المشاهد كلها، طبيب ناجح وله اسم يتورط في عمليات مشبوهة بهذا الشكل، فيها حتى تنشر الزيف في المجتمع يعني، وينتهي ده بعملية قتل وحشية زي ما هنشاهد. طبعا احنا مراسلتنا ميسل سروي نجحت في انها تدخل الى العياده، لكن ما كانش ينفع ان احنا ننشر اشلاء الجثث وهي ممزقه وهي تسبح في بحيرات الدم. من بدايه زمان كنت وحش، حتى لاي حد يكلمك على حاجه هيكلمك. بدات جالها حاله زعر، احنا ما نعرفش ازاي بصراحه ربنا. دخلنا لقينا جزء بقايا عيمة تحت الجريمة. جريمة قتل بشعة شهدت وقائعها عيادة لجراحة الأسنان بمنشية النزهة بالإسكندرية. الدكتور ده فاتح العيادة بقاله قد إيه؟ ما كملش 3 شهور، ونعرف إن هو كان موظف في الصحة بتاعة البرنس هنا. هو طبعا حضرتك يعني راجل موظف حكومة مش أي حاجة برضه. سعيد منصور جار لطبيب الأسنان، لاحظ منه تصرفات مريبة ما دفعه لاستدراجه حتى يعلم ما وراءه. من أول ما سكن الدكتور ناجي ده وأنا ملاحظ حاجات مش طبيعية، يعني البنت اللي شغال عنده بحس إنها مش طبيعية في تصرفاتها في كلامها. يعني إيه مش طبيعية؟ مش طبيعية يعني ممكن طريقة لبسها، ممكن طريقة كلامها مع الناس، ممكن وقفتها اللي باستمرار في البلكونة. في ناس من بره قالت لي إن خلي بالك الدكتور ده يعني في حاجات مش طبيعية، بس كلها حاجات نسائية يعني. وأنا طالع ألاقي باب العيادة مردود، طريقة القعدة مش طريقة برضو يعني طريقة واحد ومراته. الحاجة التانية برضو اللي كانت لافتة نظري، الأوضة اللي حضرتك صورتها التانية اللي فيها السرير ديت عليها قفل ورزة من يوم ما سكن. أنت جايب سرير ليه؟ طبعا احنا استغربنا يعني سرير منزلي وبتاع، الراجل ده الله أعلم ماشي شمال أو بتاع أعضاء اللي احنا دماغنا كده. عندي ابني انا في سنه اولى اعدادي، وهو طالع من المدرسه الساعه 1 بالظبط، طالع على السلم سمع صوت خط ورزع. الموضوع جاء بالنسبه لي ان هو حاول يمسكها مثلا غصب عنها، دماغي برضو جايه للمواضيع دي. بس بناء عليه رحت متصل عليه عايز اعرف ايه اللي حصل في الشقه النهارده. قال لي لا ده كان في واحد بيخلع ضرسه ومع الوجع بيميل على الكرسي او بيشدني فراح واقع من على الكرسي. قلت له طب بص يا دكتور انت كده ايه، في حاجات مش طبيعيه، اوضه مقفوله باستمرار قفل ورزه، اكيد في لغز جوه. الساعه 1 لو انت ما جيتليش هنا اول حاجه انا هتصل بالبوليس. قال لي لا هتقف جنبي. قلت له وعد مني هقف جنبك. قال لي انا زمان كنت شمال، كنت شغال بعمل العمليات اللي هي غشاء البقارة ده، وانا طبعا فرحان ان انا بقت ايدي حلوة في الجراحة. كنت واخد الموضوع ده ان انا ايه بأطور من نفسي، فاندمجت في الموضوع ده اندماج
رهيب. قال لي في واحد اسمه سعيد من عزبة محسن، ده شغال في بيوت دعارة، يعني يعرف عدد مهولة. الست اللي عايزة ترجع بنت، فأنا بعمل لها العملية، بناخده منها 10,000 15,000 بالنص ما بيني وما بينه. فبدأ يبتزني وبدأ يهددني. سعيد عرف مكانه هنا، قال لي دخل عليا أنا ايه أقوم أسلم عليه، راح ضربني بالقلم. قال لي وقعت على المكتب، قدامه على المكتب في طفاية اللي هي صوابع كده، قال لي لقيت نفسي ماسك الطفاية وضربه في دماغه، لقيت نفسي ماسك المشارط وعمال أقطع في الراجل. دخلت محل الأكياس، حضرتك استدركته وبقيت معاه وجبت له أكياس الزبالة دي عشان يثق فيا، عشان أوصل بيه لمكان الجريمة. قلت له هديني مفاتيح الشقه وتستناني في المكتب. في ثانيه رحت طالع وقافل الباب الخشب ومنزل الباب الحديد وقافل، ورحت متصل بالبوليس ولقني عليه سبحان الله زي ما يكون الناس حاسه. طبعا الشقه ثلاث مطارح، اوضه فيها علبه الاسنان، واوضه اللي هي على الشارع ديت، واوضه جنب منها، وحمام ومطبخ. بص كده عند الحمام لقيت في ريحه نتانه، دم زفر، ونبص في الارض في دم بوع بقايا ايه مطرح الجريمه. بص في الثلاجه كده من بره من بعيد، لقيت الثلاجه مفتوحه مردوده وفيها اكياس على الاخر. ضربه ومقطعه، طب وسلخه مش تقطيع بساطور؟ لا، ده هو فاكك جسمه من عند المفاصل، فاكك يعني زي ما تكون عروسة متركبة وانت بتفكيها وبتركبيها. دكتور، فعلا دكتور. تاني يوم على طول رمى أعضاء منه، مصارين منه، كانت الكلاب هنا كانت قاعدة تاكل فيه ماشي، فاحنا ما نعرفش ان في جثه فوق او كده. مفيش 3 دقايق ولقيت الناس موجودين هنا، بالنسبه لعبد الحميد بيه وسياده النقيب شريف ابراهيم، الناس بصراحه قاموا بواجبهم وزياده. شيء مخيف، لأن القاتل زي ما بقول لكم مكانته الاجتماعية وطبيب، بالإضافة إلى أنه بيمتزج فيها عمليات مشبوهة باسم الطب، بتجيب فلوس وتنتهي دايما بجريمة قتل. هتنزع الضمير يعني، هتتخيل أنك بتنزعه شوية بس، لكن لا يمكن أن ده يؤدي إلى كل الجرائم التي لا تتخيلها يعني. طب في تسجيل صوتي وهو بيعترف لأحد الأشخاص بأنه كان بيعمل هذه العمليات من زمان وبطل، لكن بدأ البعض يساومه ويحاول ابتزازه، ومنهم السمسار اللي كان بيجلب له الفتيات اللي قتلوا في النهاية. من بداية زمان كنت وحش، حتى لأي حد يكلمك على حاجة هيكلمك على ماضي. كنت فعلا وحش، كنت اشتغلت مع دكتور نيسي زمان، عارف العمليات اللي هي بتاعت اللي بتخلي الواحده بينت، اتعلمتها منه جامد لحد سنه 2007 كنت بعملها. والواحد كان فرحان بايه، ان ايده حلوه في جراحه، ايده مش عارف ايه. في ناس لحد دلوقتي مش سايبيني، في واحد اسمه سعيد طوال، منهم واحده اللي في ايدي رسوم. يعني انا من ساعه ما وقفت الحاجه دي الحال واقف شويه معاهم، وفرضين عليا ثواب. سعيد ده جالي الوحده مرتين، انا مستعد اسمعها، وتهديدات في قلب الوحده، وجالي 3 مرات في المنشيه تهديدات. عارفين البيت لو مش همشي عدل معاهم، ميه نار على وش بنتي، حرق البيت. هم اصلا واصلين، انا بقول لك كلهم بقى ايه، كلهم تجين وطالعين. فجيت امبارح راح البنت اللي هناك قالت لي في واحد اسمه سعيد جاي شايط، بقول انا هوريك الدكتور بتاعك ده، ونزل. كان مفيش نص ساعة لقيته جاي، فجأة لقيته خبطني قلم، بطفاية كده جايبها بالصوابع لقيتها هنا، قايم لسه هيلطش لقيته واقع. أنا خوف تراعات، جريت قفلت الباب بسرعة ووقفت شوية صغيرين كده، ولقيت الدراغة شغالة، جيت أبص لقيت آلات الأسنان كلها طلعت، خبط في كل حتة بتستيريا بطريقة أنا مش عارف كانت، أنا إيدي بقول لك شبه يعني منملة بكل حاجة. فجأة بقى تهديت كده وجنيتني، قاعد على كرسي كده، وبعد كده رحت قعدت خدت كرسي الاسنان ونمت شويه على كده ايه نايم ومش عارف اعمل حاجه. اقسم بالله ما كان في نيتي بالمره، انا بقول لك انا جات لي هستيريا بطريقه مهوله. ما تقولش اسد بيعمل بكل الات السنان والقرف
فجأة أقسم بالله فجأة أنا لقيت البتاع مهبود على الكرسي لقيت الطفاية كده. عارف الطفاية لو جت بتعمل هو فين دلوقتي؟ أنا لقيتني مقطع في كل حتة فيه، تقطيع في بالآلات بتاعة السنان بكل حتة. يعني هو في الشقة؟ اه. طيب اللي موجود في الشقة دلوقتي ده هتعمل فيه إيه؟ ما هو لازم هاخده أحطه في أرض جافة. أنت ما سبتوش لما مات يا دكتور؟ ده هو في ثواني. بس لقيتني قايم بقى بكل حاجات الاسنان. انت الهستيريا اشتغلت خلاص. تقطيع، انا عندي مشارب بتقطع في عظم اقوى من اي منشار في كل حته. انت عارف كشفيه في كل حته، ما فيش. انا اعمل ايد كده تقطع الايد مش عارف كده وايه، وخابط بالاقلام ووقف عليه. انت عارف اللي بيتنطط، انا لقيتني كده. علامات استفهام كثيرة زي ما قلت لكم، طبيب ومكانة اجتماعية وبيعمل عمليات مشبوهة باسم الطب. يعني بعد شوية